أبا بكر ينشأ كريم النفس عزيز المكانة في قومه كان رضي الله عنه وأرضاه من صفاته كان أبيض الوجه أبيض اللون بشكل عام نحيف البدن هذا بالنسبة لصفاته الخلقيه فقد كان أبيض الوجه نحيف البدن وكان من ضمن من وصفه أهل الرواة وأهل الكتب كانوا يقولون: كان أبيض تخالطه صفرة حسن القامة نحيف خفيف العارضين أي الكتفين لا يستمسك إزاره يسترخي عن حوقه أو عن حوقيه رقيقا معروق الوجه أي عروقه بائنة في وجهه غائر العينين أقنى حمش الساقين ممحوص الفخذين وكان ناتي الجبهة عاري الأشجاع ويخضب لحيته وشيبته بالحناء والكتم كان هذا جملة أوصفي كما وصفه الرواة والمؤرخون في كتب التاريخ والسير